جامعي مثالي في الأفق، وجامعة سوق أهراس تستعد لاستلام 8000 مقعد بيداغوجي جديد وبتصميم عصري يكون رافدا لخمس تخصصات جديدة. استفادت جامعة الشريف مساعدية سوق أهراس من خمس تخصصات جديدة على مستوى كلية العلوم والتكنولوجيا، أربع تخصصات اللي هي متعلقة بالهندسة الميكانيكية، الهندسة المعمارية، وأيضا الكتروتقني والهندسة الطرائق. أما فيما يخص التخصص الخامس وهو تخصص أيضا على مستوى مهندس دولة على مستوى معهد العلوم الفلاحية بطاورة. أربع إقامات جامعية جديدة وفندق للأساتذة ومكتبة كبرى، يأتي هذا تزامنا مع توظيف 140 من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه. استفادت الجامعة من 140 منصب مالي، تم الإعلان عن النتائج يوم 13 من شهر أوت كما هو الحال في كل جامعات الوطن. صراحة هذه المناصب المالية ستسمح لنا أيضا بموسم إن شاء الله جامعي مريح. انفتاح هذا الصرح على المحيطين الوطني والدولي لا يتأتى إلا من خلال الجهود الحثيثة والمترجمة على أرض الواقع، وجامعة محمد الشريف مساعدية قطعت أشواطا كبيرة في التميز والرقي رغم حداثتها.